عسليمة ومرحبا بكم في درس جديد. درس اليوم هو يعني أنا بالنسبة لي ما نقولش درس للي عنده مستوى متوسط، لا، ولا يناسب المستوى المبتدئين، لا، لأنه بالنسبة لي ما فماش مستوى مبتدئ أو متوسط، فما دروس خاصة للمستويات الكل مثل هذا الدرس. يعني هون هذا الدرس مفيد جدا حتى المبتدئ. أنا ننصحك إذا أنت مبتدئ عمرك ما تقول هذا درس لا هذا ليس للمبتدئين، يعني هذا لا يهمني مانيش مضطر. أكيد أنك في كل درس حتى الدروس المتقدمة أنك باش تخرج بفايدة، بتخرج بثلاثة أربع معلومات جدد، كلمات جدد، يعني كل شيء باش يفيدك. عمرك ما تقف في نفس المستوى. ننصحك أنك ديما تقدم، تقول لا أنا يعني خليني نتفرج في الفيديوهات، خليني نتفرج في الدروس، وحاول أنك ديما تقدم. عمرك ما تقف في نفس المستوى. أنت مبتدئ، لا، فقط أنا يلزمني نقرأ يعني المستويات الأولى، لا، ديما حاول أنك تقدم. هذا اللي أنا اللي عملته، يعني ننصح فيكم كما أنا يعني الطريقة اللي أنا استعملتها. أنا ما قلتلكش أنك تطلع للسوبونتيفو، هذا هو مستوى متقدم، لكن فما دروس تمشي مع كل المستويات مثل هذا الدرس. هذا الدرس هو باش ندرسوا فيه الروابط، اللي هي روابط مهمة جدا حتى وإن أنت مبتدأ. أكيد أنك أحيانا تحب تقول بالرغم من، إلا أن يعني تحب تكون جملة وما تعرفش كيف تقول بالرغم من، يعني هي كلمة مهمة جدا يعني حتى وأنت مستوى مبتدأ. خلينا نشوفوا الروابط اللي باش ندرسوهم اليوم كيفاش نقولوهم بالإسبانية. اليوم باش ندرسوا نوع من أنواع الروابط، لأن هناك العديد من الأنواع. هناك los conectores de causa, de consecuencia, de coordinación, de oposición، اللي هما باش نشوفوهم اليوم، يعني روابط المعارضة. باش نشوفوا أهم، يعني مش الكل لكن بعض. للأسف أكثرية الروابط تستعمل مع زمن subjuntivo، اللي هو يعني هذا هو زمن للمستويات المتقدمة، يعني أبارتير ديال B1 B2 ما نحبش أنا ندخل فيه، لهذا أنا اخترت بعض الروابط اللي تستعمل مع الانديكاتيفو. بالي؟ empecemos. Los conectores de oposición son muchos, pero hoy solo vamos a estudiar aunque y a pesar de que أو a pesar de، اللي هما ترجمتهم بالرغم من أو بالرغم أو على الرغم من أن، و سين امبارغو اللي هي ترجمتها مع ذلك او الا ان. هذه الروابط تستعمل لربط جملتين عاده يكونوا متناقضين، يعني الاولى تكون سلبيه الثانيه ايجابيه او العكس. ناخذ مثال: بالرغم من انني مريض ساذهب الى العمل. شفتم؟ يعني هي جمله سهله، يعني مش خاطر ان هناك بالرغم من يعني للمستويات المتقدمه، لا، يعني جمله سهله اي مستوى يحب يقول بالرغم من. وهنا وانا هاني باش نعاونك ونقول لك كيفاش نستعمله وكيفاش نقوله بالرغم من بالاسبانيه. بالرغم من انني مريض ساذهب الى العمل. اذا بالرغم من هي بالاسبانيه ا بيسار دي، بالرغم من، لكن بالرغم من أن a pesar de que. هذه a pesar de que تستعمل مع الانديكاتيفو والسوبونتيفو، لكن هون هذا المثال مع الانديكاتيفو. يعني إذا تكون أفعال حقيقية يعني موجودة تستعمل مع الانديكاتيفو، لكن عندما تتحدث عن أفعال لم تحصل يعني ليست واقعية مع السوبونتيفو. بالي؟ بالرغم أنني مريض، يعني أنا مريض في الحقيقة، أنا مريض، يعني هوني نستعمل إنديكاتيفو. إذا قلنا بالرغم من هي a pesar de وحدها بعدها اسم وليس فعل، وإذا نضيف الكي يجب أن نستعمل فعل. هنا أنني مريض، يعني هوني استعملت فعل. إذا كيف أقول مريض؟ أنا مريض. estoy enfermo. a pesar de que estoy enfermo، إذا أكمل أنت الجملة. س
سأذهب أو سوف أذهب إلى العمل. سأذهب أو سوف أذهب boy ir أو iré إلى العمل. al trabajo. al trabajo. إذا هون أيضا يمكن أن نستعمل إذا أردت أن تقول بالرغم من، يمكن أن تقول a pesar de que أو aunque. aunque. عيد معي aunque. aunque. vale. هكذا تكتب aun aunque. 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 vale. aunque. هذه aunque أيضا تستعمل، أكثرية استعملت aunque مع subjuntivo، لكن أيضا تستعمل مع الانديكاتيفو aunque بدون كي، vale، لأن هي aunque estoy enfermo، أنا مريض، لست مريضة، aunque estoy enfermo voy a ir al trabajo، vale. في هذه الجملة عندما تكون هناك معارضة يمكن أن تستعمل، يعني هي إما تستعمل في وسط الكلمة أو أول الكلمة، يعني مثال سأذهب إلى العمل، يعني هذه تصبح الأولى وهذه الثانية، أو هذه الأولى وهذه الثانية، فلين مثل العربية لا تصعب الأشياء. إذا سأذهب إلى العمل voy a ir al trabajo aunque estoy enfermo. voy a ir al trabajo a pesar de que estoy enfermo. vale. إذا أردت أن أستعمل اسم بالرغم من مرضي سأذهب إلى العمل، إذا قلنا ننزع الكي وأقول a pesar. a pesar de فقط. عندما يكون هناك حرف جر، قلت المعلومة ألف مرة، حرف جر هناك إما أن تستعمل فعل في الانفينيتيف أو اسم. a pesar de mi enfermedad، مرضي، a pesar de mi enfermedad، أو بالرغم من حالتي، a pesar de mi estado، vale. a pesar de mi estado voy a ir al trabajo. في الجملة الثانية سنرى الكونكتور sin embargo. sin embargo. sin embargo. vale. اللي هو معناه مع ذلك أو إلا أن. هوني نستعمله عندما تقول أيضا جملتين متناقضتين تماما. يعني مثلا قل أنا مثل ما أنا أقول أنا تعب جدا لأني لن أذهب إلا إلى النوم، أو إن أنني لن أنام، أو البارحة كنت تعبة جدا إلا أنني نمت في وقت متأخر. يعني شوف التناقض، يعني يعني أنا كنت تعبة أو كنت تعبة جدا لكن نمت في نوم متأخر. يعني عادة اللي يكون إنسان تعب يرقد في وقت مبكر، لكن يعني اللي بيشتروا التناقض. إذا أنا مريض مع ذلك أو إلا أن، إذا أردت أن تقول مع ذلك أو إلا أن تستعمل عبارة sin embargo. إذا أنا مريض. estoy enfermo، يعني هنا تناقض، يعني أنت مريض إلا أنك ستذهب إلى الشغل. sin embargo voy al trabajo o voy a ir سأذهب. voy a ir al trabajo. سنرى أمثلة أكثر على هذه الروابط. قلنا بالرغم من هي a pesar de أو aunque. a pesar de أو aunque. ومع ذلك وإلا أن هي sin embargo. vale. إذا قلنا بالرغم من ألم ظهرها رقصت معي طوال الليل. قلنا بالرغم من هي a pesar de من de ألمي. هنا ليس، يعني لا نرى أي فعل، إذا a pesar de وليس a pesar de que. ألم هو dolor. ظهرها espalda. dolor يعني ألم الظهر. dolor de espalda. لكن هو ألمها هي، إذا de su dolor de espalda. a pesar de su dolor de espalda رقصت معي طوال الليل. bailó رقصت، يعني في الماضي bailar هي bailó، لا تنسوا el acento bailó معي conmigo.
طوال الليل durante أو toda la noche durante toda la noche أو toda la noche ya está sin durante toda la noche. الجملة الثانية سترون الفرق بين بالرغم من ومع ذلك يعني a pesar de أو aunque هنا يمكن نقول aunque لكن مع aunque دائما نستعمل الفعل مثال بالرغم من أن ألمها أو أن ظهرها يؤلمها aunque le duele su espalda bailó conmigo toda la noche. إذا نمر إلى الفرق أو المثال الآخر هو مع ذلك فرق بين a pesar de و sin embargo ظهرها يؤلمها مع ذلك رقصت معي طوال الليل يعني هنا العكس يعني من جهة هي ظهرها يؤلمها ومن جهة رقصت طوال الليل يعني تناقض بورو إذا ظهرها يؤلمها هناك فعل يؤلمه هو دولير يؤلمها لي لأن هي لي دولي أو في الماضي إذا يؤلمها لي دوليو لأن هنا رقصت في الماضي إذا يجب أن تكون في الماضي لي دوليو سو سبالدا le dolió su espalda, madrica, sin embargo, raqasat, toda la ley, bailó toda la noche, ¿vale? Esa es la diferencia. يعني هي سهل جدا يعني إذا أردت أن تقول بالرغم من تستعمل a pesar de أو a pesar de que أو aunque تحب تقول مع ذلك لأن sin embargo, ¿vale? Es fácil. خالتي نحيفة جدا بالرغم من أنها تأكل كثيراً كم بيديا أحسدها خالتي نحيفة جداً إذا نقول خالتي ميتية كيف أقول نحيفة؟ نحيفة إنسان نحيف أكيد ليس مثلي إس موي جداً موي دلغادا دلغادا إس موي دلغادا إذا أكمل انتظروا إجابتك. Es muy delgada. أحسنت. A pesar بالرغم من a pesar بالرغم من أنها هنا فعل أنها تأكل a pesar de que come تأكل come تأكل كثيرا mucho, ¿vale? لاحظوا كثيرا هي mucho وجدا هي muy هناك درس خاص الفرق بين muy ومucho أنصحك أن ترى إذا mi tía es muy delgada a pesar de que come mucho. الآن سترى في حالة أخرى مع ذلك خالتي تأكل كثيرا إلا أنها أو مع ذلك هي نحيفة جدا. إذا كيف أقول هذه الجملة؟ خالتي ميتيا كما قلنا ميتيا come mucho مع ذلك أو إلا أن يعني نفس الشيء sin embargo هي نحيفة جدا. Es muy delgada. إن شاء الله تكونوا فهمتوا الفرق بين sin embargo و a pesar de que وإن شاء الله تكونوا كان فهمتوا يعني استعمالاتهم ننصحكم إنكم تحفظوهم راهم مهمين جدا في المحادثة وفما أيضا روابط أخرى أيضا مهمة إن شاء الله كل فيديو ندرسوا بعض الأمثلة ونتدربوا عليهم بالكدي أكيد يرسخوا في ذهنكم أحفظوهم 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 إن شاء الله تكونوا خديتوا ورقة وستيلو وقيدتوا كل هذه الجمل اكتبوا لي أمثلة أيضا a pesar de que, aunque, sin embargo, في التعليق وانا ان شاء الله نصلح الجمل. ان شاء الله راكم في فيديو قادم نحبكم برشا وما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك ان عجبكم الفيديو. Hasta luego, adiós y hasta la próxima.